هيبقى افوكادو مع موز ومكسرات. الافوكادو هتجيبيها، تجيبي واحده مستويه طريه هتلاقي لونها غامق شويه، او هتمسكيها تحسي ان هي طريت، او من النص وتطلعي اللي فيها بالمعلقه وتهرسيه كده، هو اصلا بيبقى طري جدا مش محتاج يتهرس ولا حاجه. احلى حاجه يمشي معاها الموز، بس ممكن يمشي مع اي فاكهه تانية متاحه عندك، تفاح، تمر، اليوم هيبقى مغذي جدا جدا للاطفال لو متاح عندك. المكسرات بتكون مطحونه، وبكون جربت نوع نوع يعني.